انت ليه دايما بتواجهني بالحقيقه كده يا دودو؟ لا انا شامم ريحه حاجه شمال في الموضوع. بنت يا روكا، انا مش قلت مفيش اوردرات ليله الماتش؟ ايه اللي نزلك امبارح شارع جامعه الدول؟ والله يا اخويا لو النادي بتاعنا يصرف لنا كل مستحقاتنا اول باول ما كنتش تعبت نفسي واتشحطت. حلو، والنادي بتاعك مش ممانع وبيقول لك انزلي، بس فين نسبه النادي يا حلوه؟ فتشني. لا مش فخر العرب اللي يتلوي دراعه يا حلو، مش عشان انت نجمه الفريق هتقفي تردي عليا الكلمه بكلمتها واسكت لك. فكك من شغل حسام غالي ده. ها بت اطلعي بره، يلا يلا بره. انتك القرف هتنحسينا. وانت يا وفاء في ايه يا ماما؟ انت في الكام؟ في الستت يا كابتن. الستت يا ماما؟ يعني الحمل استقر؟ يعني هاني مون الحمل؟ شدي حيلك كده، ها، ونفس وسرعه، مش بعيد البيبي ينزل البسه تيشرت وانزله يلعب معاكي. عينيا يا كابتن. يلا يا ماما. يا نعمه انت قاعده ليه؟ جرايا يا كابتن، بس تريح شويه، في حاجه؟ لا انا بطمن عليكي بس. بحسب. جا وقتك يا حاجه سمر، انت عنصر الخبره اللي انا بعتمد عليه. يلا يا بطل. يلا يلا يا حبيبتي بالراحه. يلا لا خلي الكانيولا عشان ممكن نحتاجها. اتفضلي يلا قومي سخني كده بالراحه عشان تقدري توصلي للملعب. يلا بالراحه يا حاجه سموره يا قمر. برافو. دودو. ايوه يا كوتش. طلع البت نعمه ونزل بت سناء مكانها. لا سناء مش هينفع تنزل دلوقتي. ما فيش حاجه اسمها مش هينفع، قلت سناء مكان نعمه يعني سناء مكان نعمه. حضرتك عايزها دلوقتي؟ امال البطوله الجايه؟ سناء. ايوه يا كابتن. اجهزي. طب هاتيه 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 بالراحه بس وانت شايله. بس يا بوب بس يا بوب بس بس يا قلبي بيوجعني قوي. يلا يا دوق. يلا يا حاجه. بقول لك ايه، امسك العشط على الجاكيت والنبي. ايه ده وعمل بيبي؟ يبقى غير له بقى. اقفلوا 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 الباب. انا البت رقم 11 دي عايز اقتلها. خلص لك عليها كوتش. لا انت لسه خارج من السجن، اهدالي انت، انا هتصرف. ايه يا كابتن بقى الوقت اللي بيضيع ده هنعمل فيه ايه ان شاء الله؟ يا كوتش هو اللي كعبلني. انت كدابه، اقسم بالله كلمه كمان واشتبك من الاتحاد، اقسم بالله. انت المفروض تتشد وتتضرب بالجزمه كمان. انا اتضرب بالجزمه؟ مش فاهمه يعني ايه اللي خلاك تجيبني وسط المجرمين دول؟ انت عايزاني اجي لوحدي؟ انت مجنونه؟ اخاف طبعا، دول ممكن يقتلوني. فتجيب مراتك تتقتل معاك. انت مش مراتي؟ لازم تقفي جنبي. هو جواز ولا لعب عيال؟ جواز. بقول لك ايه؟ مع انك مش راجل انك تجيب مراتك في موقف زي ده، بس انا عاجبني الجو جدا. الجو ده عاجبك؟ جايين مع عصابه ممكن تقتلنا في اي وقت، ده غير ان المكان حره جدا وفي نفس الوقت كول. انت شفت الراجل اللي بره كان لابس فانيلا على البسين ده؟ كويس انك ركزت في الفانيلا وما ركزتيش كان لابس ايه من تحت. كان لابس ايه؟ ولا حاجه خالص. هو انت اول مره تيجي المكان ده يا سيد؟ ما جيت مره بعد الزفت موضوع الفلوس دي، كنت بوصل فخر بالتاكسي. حلو. طب قال لك ايه، الفلوس معاك ولا صرفها؟ لا ما قاليش حاجه خالص، حاسبني وداخل النادي. حاسبك وداخل النادي؟ ما خدش باله مني. ما هو كان معاك التاكسي وما خدش باله مني. احلى حاجه فيك يا سيد كاريزمتك العاليه، عشان كده اخترتك. يلا يا اختي الدردح الدردح. انت تدلعي قوي، انت دلعي. يلا يا اختي لبسي بلبسكو، شرب بشربكو، عيال بشطفها وبغير لها، اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني يا رب؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اشيل الكره دي من وشي. بس ان شاء الله ان شاء الله بامر الله هكسب بطوله شبرا الخيمه باذن الله يا رب باذن الله. يا كابتن فخر. يا سمع. في هناك جماعه بيسالوا عليك. جماعة؟ شكلهم ايه الجماعة دول؟ شكلهم شمال. حلو. طب هتطلع معايا الطلعة دي؟ من عينيا الاتنين، اشرب كوباية الشاي واعمل فردتين بالتوك توك وارجع. حلو. بس لو سمعتني بصوت جوه
تعال انقذني بسرعة. في ظهرك يا معلم. ماشي يا شقاوة، يلا. بقولك ايه؟ هو اخوك ليه معلق صوره كرتون على الحيطة؟ لا مش كرتون ولا حاجة، دي صوره بجد. لا يا سيد، ده راسه اكبر من جسمه، ده زي اللي بتحطه على المسرحيات. يا بنت هو شكله كده في الحقيقة، لما يجي هتشوفيه. ماشي. علمك فخر ده بقى رياضي جدا. لا جسمه باين عليه. لعب باسكت ولعب كورة ولعب كاراتيه، آخر مرة شفته كان هيلعب باليه. وهيلعب في عداد عمره لو ما جاش دلوقتي. آه. على الله التسهيل. أنت يا ابني أنت هو، أنا مش قلت مش عايز خناقات هنا؟ عايزين تضربوا بعض اضربوا بعض بره النادي، فاهمين ولا لأ؟ يلا يا ابني أنت هو يلا عشان عندي مصلحة، يلا يلا. يلا يلا يا حبايبي، يلا يا بابا انت اهو، يلا يا حبيبتي اتحركوا. فخر اخويا الحقني اخويا، عايزين يقتلوني. اوعى ايدك، مين اللي جاب الواد الهفق ده هنا؟ انا مش قلت ما يخشش النادي؟ فين الامن يا عم؟ وبعدين بقى مين اللي جايين معاك دول ان شاء الله؟ محسوبك السحاوي اللي انتوا سرقتوا فلوسه اللي كنت دافنها في التراب، الستة مليون دولار شقى عمري اللي انا اتسجنت عشانهم. طب لا مؤاخذه يا سحاوي، لما فلوسك مدفونه في التراب ما طلعتش عليها رحمه ونور ليه؟ ولا انت جاي لا مؤاخذه تدور على فلوسك اللي ماتت وسط العايشين؟ سحاوي فلوسك هناك في التراب، انما هنا مالكش حاجه عندي. لا لا غلط يا فخر، غلط اللي بتقوله. ليه عندنا فلوس؟ حضرتك لو عايز تروح المحكمة ترفع قضية، أنا مستعد أجي معاك لحد المحكمة وأشهد ضده. ما تسكت يا ابني، اتفضل كمل يا أستاذ فخر. مين باربي؟ أنا ريتاش مرات سيد. إيه ده؟ مرات سيد؟ آه. ومش زمن المعجزات انتهى ولا إيه؟ وبعدين يالا متخلف أنت، رايح تجيب مراتك وراك في الليلة الغامقة دي؟ هي اللي أصرت، قال إيه عايزة تتفرج عليا وأنا بتخانق. كداب، هو اللي مسك في رجلي وقعد يرتعش زي الفور وقعد يقول لي معلش يا ريتاش تعالي معايا أبوس إيدك أنا خايف. لا لا ما تصدقهاش. على فكرة أنا مصدقها هي، مش مصدقك أنت. شايفين إن اللقاء العائلي ده نأجله ونعمله في مول العرب يوم الجمعة بعد الصلاة؟ ده أنت حلو قوي. طب تقبل الله منا ومنك يا سحاوي. هو أنا مش لسه قايل لك من ثانيتين فلوسك مش عندي؟ لسه قاعد ليه؟ نقولها لك بالأسباني لا مؤاخذة، فلوسك مش عندينا. واضح إن الذوق مش هينفع معاكم. ولا العافية يا سحاوي. خلاص بقى ما تزعلش. خلاص؟ خلاص ازاي؟ أنا مش عارف إيه اللي وداني هناك، بس قلبي هو اللي وداني. لما شفتها وهي بتدلع المهراجة، المهراجة بيدلعها، دمرتني، كسرتني 100 حتة من جوه. يا عاشورة، عاشورة اللي ما كانتش الشمس بتطلع غير اما تفتح شباكها. انا بردانه. ياه شوقتني ان انا اشوفها. هي حلوه؟ حلوه دي من علامات الساعه، ده انت لو شفتيهم هما الاثنين جنب بعض هتعرفي ان دي اقذر قصه حب انجبها التاريخ. يا جماعه المصلحه دي ما فيهاش فلوس، تعالوا نشوف حاجه تانية تجيب لنا فلوس. بلا تانية بلا تالتة، انا هاخد الشبكه بتاعتي، يعني هاخد الشبكه بتاعتي والا اروح امزع لها وشها ده. طب والحب يا فخر؟ في الكلوب. انت عبيط يالا؟ يا فخر حتى لو احنا عايزين ناخد الشبكه هناخدها ازاي يعني؟ هنسرقها؟ المشكله مش في كده، المشكله هنسرقها ازاي؟ هنسرقها ازاي؟ هو انت عايزه تسرقي يا ريتاج؟ انت خلاص بقيتي زيه؟ هو انا قلت اكون صبي من صبيان المعلم فخر العرب برضه؟ عشت يا معلم ريتاج. لا ده انت اتهبلتي بقى. استنى بس، انا في مخي فكره ممكن تدخلنا بيت المهراجه وندعبس جوه براحتنا. حلو، قولي لنا الفكره دي بقى بالراحه ومخمخي فيها. ايه ده؟ انت بتشربي بصوت يا ريتاج؟ بس قالك روديا يا
بقول لك يا معلم. كمستاهي. مرحب مرحب مرحبتين. اهلا وسهلا. منو انت؟ انا مدام صفاء من المركز الثقافي الهندي وجاي اقابل المهراجة مارد. مهراجة انا 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 مهراجة مارد شحمو لحمو كرتونتو. حضرتك اهلا وسهلا يا فندم. احنا في المركز كنا جايبين هدية بسيطة كده لحضرتك عشان نشكرك على اعمالك الخيرية اللي كنت بتقوم بيها في الهند. احنا بصراحة في المركز بنحترم جدا الشخصيات المحترمة اللي زي حضرتك يا فندم. لا لا انا ما يقوم بخير ابدا. انا مهرجة شرير ما يفعل خير. لا لا ازاي يا فندم؟ لا افتكر اكيد عملت خير. لا انت كده هتبوظ الخطه والنبي. شنو خطه تبوظ؟ خطه ايه يا فندم؟ انت تقول خطه تبوظ. لا انا قلت. لا انا ما قلتش، انا قلت خير. يعني يا رب تفتكر الخير اللي عملته. افتكر والنبي. نعم انا افتكر. انا في واحد مره انا كان يمشي بسياره اشاره مرور يعطي واحد مسكين واحد روبيه، وعشان اديت الروبيه للمسكين ده احنا جبنا لك الفيل الالي. اتفضل يا فيل. شنو فيل؟ فيل احمر عين. شنو شنو؟ لا ما تخافش حضرتك، ما تخافش، ده فيل الالي. شنو يعني فيل الالي؟ انت شايف حاجه من عندك يا فخر؟ ايوه شايف. بطل وش بقى عشان ابقى سامع. العمده الالي مع العم فؤاد رحمه الله عليه راح يصطاد. نعم نعم ايوه بالظبط كده. شنو يسوي ده؟ بيعمل على حسب الاوردرات الصوتيه، يعني تديله الاوردر بصوتك بيعمله في اكشن على طول. طب انا يا بيه شوف. هتشوف دلوقتي. اطلع خطوه يا فيل. اثبت نفسك معايا كده واطلع خطوه قدام اهو بالفيل مش بجسمك يا حمار. طيب اهو بس ارجع خطوه كده. شفت يا فندم؟ ما شاء الله ما شاء الله. انا يا بيه اسوي اوردر براحتك. أنا يقول اتفضل. فيل ست. ما شاء الله ما شاء الله. قوم قوم قوم. فلافيلو سلم سلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب ايه حضرتك قبلت الهدية ولا ايه؟ طبعا هدية جميل من نفر جميل. فخر انا عايز اعمل بيبي. على الله تعمل حاجة هنا. انا بقول لك اهو. طب استنى كده. انا صفاء يا جناب المهرجة. صفاء اسم جميل. انا يا بي يطلب منك طلب. اتفضل. انا ينفع عشا سوا سوا؟ هو الراجل ده بيعاكس ولا ايه؟ بيعاكس؟ ده انت مش شايف اللي انا شايفه. لا لو كده بقى انا هخرج له من الفيل واظرفه الزلومه. على الله تخرج بره الفيل. بتعشف. لو خرجت هنتحبس يا غبي. نروح نتفسح في النيل لمركب فلوكا. ماشي نتغدى نتعشى براحتنا يا فندم. انا اي حاجه انا فري. انت ايه ده؟ هي كمان شكلها مقبله. يا مقبله؟ طب حاسب بقى فخر. اجري في اي حاجه. لا مش هينفع يا فندم. مش هينفع. ليش؟ عشان الفيل قفش عليا. ليش يقفش عليك؟ هو جوزك فيل ولا شنو؟ لا معلش يا فندم انا اسف. لا لا انا ممكن يصبح هذا فيل. انا يصبح هذا فيل تحت رجلين. امال انت؟ معلش انا اسف انا هضطر استاذن بقى. معلش. لا ليش ليش يستاذن؟ ما انا سايبه المركز لوحده وزمانه يضرب يقلب على بعضه. انت اقعد خمسة دقيقة. معلش والله لازم امشي. واحد دقيقة. باي 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 باي. مسيرك يا جميل جميل. ماشي يا ريتاش لما اخرج لك من فيل. فلافيلو انت يجي ورايا. تعال تعال ورايا. فلفل جميل ما شاء الله ما شاء الله. فلافيلو الناس. الواد ابن المهرجة ده تقيل قوي. ده اتقل من الفيل اللي احنا شايلينه. انا متاكد ان في اربعه جواه. معلش يا سيد استحمل. فلطحون خفيف خفيف كده في البوز. ما انا واخد الظهر وشايل الواد على كتفي وانت واخد الراس بالزلومه ولا فارقه معاك يا ابني. وانت فاكر الراس دي سهله؟ انت مش متخيل كميه الالم اللي بستحملها لما الفيل يصدع. دكتور وليد الصاوي وصل وعاوز يقابل حضرتك. اوكي انا يجي. روح خلاص يلا انزل فلطحون. فيل تعال معي. الله اكبر. وطي يا سيد عشان الواد هينزل. اوطي؟ ده انا هقلب امه. تعال
في الفيلا؟ تافيلو اهلا سمو المهرجة. سمو المهرجة ويلكم ويلكم دكتور شنب ابيض. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا سمو المهرجة. It is a great day today and also big news يا جناب المهرجة. اخبار عظيمة، اخبار عظيمة يا جناب المهرجة. شنو فيك؟ انت ما يشوف فيل؟ يشوف فيل. ايه يا الله، فيل حلو جميل. طبعا طبعا، ما انت هندي قد الدنيا لازم يبقى عندك فيل، امال يبقى عندك ايه، سكوتر؟ المهم خلينا في الموضوع اللي انا جاي لك. سكوتي، شنو سكوتر؟ انت ما يعجبك فيل ولا شنو؟ لا بالعكس، ده جميل خالص، عسل. الله، حلوه جميله حلوه. المهم خليني في الموضوع اللي انا جاي لك. انت يعرف الدكتور شنب ابيض، انت يعرف ان هذا فيل هو يشتغل، انا اصدر اوامر صوتيه هو نفذ؟ يا راجل انت يا بيشوف. نشوف. فلفل، انت ارقص شويه شويه الدكتور شنب ابيض. الله. ما شاء الله ما شاء الله. مين الراجل الغريب ده؟ شكله يا فخر، هو شبه الصرصار بس لابس بدله وبيتكلم زينا عادي. وده بقى بتحط له فلوس في زلمته يسلم عليك زي الفيل اللي عندنا في الجنينه؟ انت لو ما يحترم نفسك انا احط لك فلوس في زلمه. مال انت صدق.